ناخد مع حضراتكم هذا الاتصال مع الأستاذ سعيد بربال، مدير عام المصرف المغربي للاستثمار والتجارة الخارجية. أهلا بحضرتك معنا أستاذ سعيد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. تشرفت بدعوتكم وأرجو أن أكون ثقيل على سيادتكم وعلى مشاهديكم وعلى مستمعيكم. نعم، نحن تشرفنا بوجود حضرتك معنا بالتأكيد. حضرتك مدير عام المصرف المغربي للاستثمار والتجارة الخارجية، هنا أتحدث عن الدور المغربي في هذه الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي. هو لو سمحت تصحيح بسيط، هو أنا مدير عام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية. نعم. وهو بنك تنموي جهوي. نعم. لجهة المغرب العربي، دول المغاربي، أي المغرب العربي الكبير بدوله الخمس. نعم. وكبنك تنموي، نحن كبنك تنموي جد مهتمين بموضوع هذا المؤتمر وهذا الجمعية العمومية وجمعية الاجتماعات الجمعية العمومية للبنك الأفريقي للتنمية، موضوع جد هام، وخاصة ما تم تناوله في هذا الصباح في الجلسة الافتتاحية، وما ورد في تدخلات كافة المتدخلين، وبالخصوص الكلمة التي أدلى بها أو الكلمة الافتتاحية لمعالي ولفخامة الرئيس الجمهورية مصر العربية، كانت كلمة قيمة وكانت كبرنامج عمل بمثابة برنامج عمل للجمعية، ويعني تناول فيها أهم الإشكالات المطروحة في مجال التمويل الأخضر وما تتحمله دول أفريقيا من أعباء القروض، وكضرورة التفكير في طرق جديدة وفي تمويلات وأساليب جديدة للتمويل، يكون الهدف منها هو حماية البيئة ولما فيه مصلحة الدول الأفريقية، عوض أن يكون الربح وإثقال كاهل الدول وخاصة الدول الفقيرة والدول المتوسطة، لأنها تكون في الغالب هي الأكثر تضررا من تأثيرات المناخ، التأثيرات السلبية للمناخ. طيب سيد بربال، ما هي هذه الطرق الجديدة أو المبتكرة من وجهة نظر حضرتك؟ هو هذا دور المؤسسات المالية التمويلية، دورها أن تكون يعني تجد أساليب تمويلية مبتكرة، مثلا على شكل ضمانات، والقرض الأخير الذي استفادت منه جمهورية مصر العربية هو نوع من على شكل ضمانة من البنك الأفريقي للتنمية، يمكنها من رفع تمويلات على السوق الدولية. هذا نوع هذا نموذج من نماذج التمويلية أو الأساليب التمويلية التي يمكن أن تحدو حلوها دول أخرى. هذا نوع. كذلك هناك ما يسمى بالسندات الخضراء، هذه كذلك نوع من الخروج إلى السوق المالية بشروط تفضيلية وبضمانات مؤسسات مالية تنموية، التي المفروض أن هدفها لا يكون هو الربح، وإنما هو الوصول إلى تطبيق الاستراتيجيات الدولية في مجال حماية البيئة، لأن لو لاحظت كما جاء في الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس البنك الأفريقي للتنمية، فإفريقيا لا تساهم إلا بحوالي 3% من الآثار السلبية للانبعاثات الغازية. صحيح. ولكن مع الأسف
يعني الآثار السلبية هي المتضرر الأول، هي الدول الإفريقية هي المتضررة، وخاصة الدول الموجودة على شكل جزر، في جزر في المحيط الهادئ أو في المحيط الأطلسي، فغالبا ما تتضرر بشكل مباشر من تأثيرات المناخ. وحتى باقي الدول من نقص المياه ومن شح الموارد الطبيعية، فهذه مع الأسف هذا الدول الأفريقية هي الأكبر تضررا من تأثيرات سلبية للمناخ، وهي أكثر الدول التي تدفع الثمن. طيب أخيرا سيد بربال، يعني هناك من تحدث عن فكرة الوعي الشعبي الإفريقي في مسألة أهمية التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة الخضراء، وهذه المصطلحات التي أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر. أنت تلمس هناك وعيا شعبيا إفريقيا بأهمية هذه المسألة، أم أن هناك ما زلنا يجب علينا مباشرة الوعي الشعبي بأهمية وخطورة هذه المسألة؟ سيد بربال سريعا تفضل. أظن بأن يعني الشعوب لما يتم تعيش التأثيرات السلبية في على شكل يومي، مثلا الفلاح لما يجد أن شح المياه يؤثر على فلاحته أو غير ذلك من المواطنين، لما يتأثروا سلبيا بهذه التأثيرات بطبيعة الحال. ولكن هذا غير كافي، لأن السياسات أظن بأن السياسات العمومية لكل دولة يجب أن تكون لها من هذا الجانب التحسيسي، سواء في البرامج الإعلامية أو في البرامج التعليمية. يجب دائما أن يكون هذا الهاجس يكون من ناحية التوعية والتحفيز بشكل. إذن نحن في حاجة إلى توعية وتحفيز أكثر مما سبق لخطورة وضرورة الوعي بهذه المسألة. أشكرك جزيل الشكر سيد سعيد بربال، مدير عام المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، شكرا جزيلا لحضرتك.